وللوقوف على تفشي الفساد في الحكومة العراقية ومحاولات تقنينه عبر قرارات يتخذها الكاظمي مع الفاسدين، ينضم إلينا السيد لبيد الصميداعي، عضو التحالف الوطني المعارض، عبر الهاتف من مالمو. سيد لبيد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. الكاظمي يسعى كما تلاحظ لإسقاط التهم عن 100 فاسد مقابل تكليفهم وتكفلهم بالرواتب لمدة 5 أشهر. كيف تقرأ ما يسعى إليه الكاظمي من تسيير إخراج الفاسدين بمقابل مالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإجراء يعد بالبداية ابتداء يعد مخالفة قضائية، لأنه هذا تجاوز على القضاء الذي يفترض أنه يكون مستقلا، لأن بما أنهم متهمون فيجب إحالتهم إلى القضاء، والقضاء هو الذي يبت في شأنهم، كانوا أبرياء أو إذا كانوا مجرمون فعلا ومرتكبون مرتكبوا جريمة الفساد، وعند ذلك يجب أن يحكم القضاء بهم. ومن بين الأحكام تكون بالإضافة للعقوبات تصادر أموالهم التي هي بالحقيقة أموال الشعب ونهبوها. هذا الإجراء له دلالة أخرى بالإضافة إلى أنه مخالفة قانونية، دلالة أخرى على ضعف الكاظمي ومجرد مساومة الفاسد، مجرد مساومة المجرم، هو هذا إقرار بأن المجرم له سلطة وله قدرة على ابتزاز الحاكم. الكاظمي أنا أعتقد أن الكاظمي يلف ويدور في دائرة صغيرة، الإجراءات التي قام بها هي إجراءات بالحقيقة إجراءات صغيرة جدا، لأنه لم يبدأ بضرب الرؤوس الكبيرة من الفاسدين، إنما بدأ بالطبقة الوسطى وبالعكس ودون الوسطى أيضا، وبدأ أيضا بعينات صغيرة جدا بالقياس، نعم، إلى الحجم الهائل من الفاسدين في العراق. نعم، بهذا السعي من الكاظمي لإسقاط التهم عن الفاسدين مقابل المال، الحصول على أموال لدفع الرواتب، هل يمكن تصديق حملاته ضدهم والكلام عن اعتقالهم، اعتقال الفاسدين؟ كل ما يدور حولنا وكل ما نسمعه ونشاهده يدلل على أن الكاظمي غير جاد في حملته ضد الفساد، حملته المزعومة ضد الفساد، وكل هذه الإجراءات يراد منها امتصاص نقمة الشارع واللعب على سحب البساط من تحت المتظاهرين والانتفاضة القائمة في العراق منذ أكثر من عام. هذه الإجراءات أصبحت مكشوفة ومفضوحة بالنسبة للشعب العراقي، وهي إجراءات ليست صادقة قطعا، لأن الكاظمي إلا أن عملية مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات رادعة، إجراءات تحتاج إلى حزم كبير، نعم، ويجب أن يبدأ بضرب الرؤوس الكبيرة للفاسدة. وما نراه حولنا الآن هذا التحكم وهذا التسيد من قبل الميليشيات والجرائم التي ارتكبوها، وأخيرا وليس آخرا جريمة التي ارتكبوها في يثرب اليوم هذا بكل صلافة وبكل وقاحة، ولم يحاسبوا لا حتى لم يستدعى أحد منهم بعد جريمة الفرحاتية واليوم جريمة يثرب، فهذا يدل على خوف الحكومة بالحقيقة من الميليشيات، والميليشيات هي الحامي الأساسي وهي السلاح الذي يدجج الفاسدين ورؤوس الفساد. نعم. طيب أستاذ لبيد، عندما يقول وزير المالية علي علاوي أن 250 مليار وليس مليون مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003، هل الكاظمي يتحدث عن هذه الأموال المنهوبة؟ لأن الجيل الذي سرقها لا يزال موجودا بطبيعة الحال منذ 17 عاما، أم أنه يتكلم عن أموال بسيطة يعني أرقام ضعيفة كما يقول المراقبون؟ هذه الأموال بالحقيقة هذا المبلغ هو يعني المبالغ الأرقام تعددت الأرقام، لأن اطلعت على أرقام أخرى، أنا اطلعت على 228 230 مليار دولار، هذا يخص المشاريع الوهمية فقط، المشاريع الوهمية الفساد في هذا المجال، يعني طبعا أكبر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير أستاذي الكريم، لكن دعنا يعني كل الأرقام كبيرة، لكن الرقم الهائل الأكبر لا أحد يعرفه لأنه ضاعت الطاقة في العراق. لكن حتى هذه الأرقام تدلل من 2003 إلى حد الآن، يعني الكاظمي إذا أراد أن يقضي على الفساد أو إذا أراد أن يقوم بإجراءات جادة للقضاء على الفساد يجب أن يبدأ ببطانته، وبطانته التي
تتشكل منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء. هذه البطانة بالحقيقة قائمة منذ المالكي ومنذ ما قبل المالكي تحديدا، وهي قائمة إلى يومنا هذا، وهو مضطر إلى كما يقول مثل إذا الركوب على حصانين في آن واحد، مضطر إلى استرضاء هذه البطانة لأنها هي التي تسير الأمور والروتين الإداري لمجلس الوزراء. وفي نفس الوقت هو يحارب الفساد، يعني لو كان جادا به أو قادرا على محاربة الفساد لبدأ ببطانته بكل جرأة، مستخدما أو مستعينا بمن هم أنقياء أو بالطبقة السليمة من المجتمع العراقي. نعم، يعني كيف يمكن أن نفسر أستاذ لبيد أنه في خضم هذه التحركات يصدر تقرير حكومي يكشف عن فقرات في العقود تتيح دفع أموال سواء باستلام الطاقة أو عدم استلامها؟ بماذا تصنف مثل هذه الاتفاقيات التي تذهب لأشخاص وجهات بعينها في ضوء الحديث عن محاربة الفساد وأخذ إتاوات من بعض الفاسدين؟ الحقيقة يعني كل ما يقال عن مثل هذه الصفقات أصبح قابلا للتصديق، ولا يمكن أن كل هذه لم تعد عجائب بالنسبة للعراقيين. المشكلة الآن أنه أصبحت مفاصل الدولة كلها فاسدة، يعني وحتى بدأت بكل ثقافة الفساد تنتشر في المجتمع ويجذر لها، ويشتغل الروتين الإداري والروتين الحكومي يشتغل على تأسيس ثقافة الفساد في المجتمع وفي دوائر الدولة حتى الصغيرة منها. هذه مشكلة مستعصية جدا وتحتاج إلى ضربة قاضية بالحقيقة تبدأ برؤوس الفساد. المشكلة تكاد تكون مستعصية في ظل أو مستعصية بالحقيقة في ظل قيام أو استمرار العملية السياسية القائمة. لذلك وضعت الثورة العراقية أو انتفاضة تشرين وضعت في سلم أولوياتها إسقاط النظام، وكان شعارها منذ البداية الشعب يريد إسقاط النظام، ولا يمكن أن يسقط الفساد إلا بإسقاط الحكومة أو الدولة أو النظام الحكومة الذي أسس لهذا الفساد والذي أنعشه والذي طوره والذي نماه وأصبح مستفحلا في داخل العراق. فإذا يجب التركيز على مسألة إسقاط النظام، ولا شيء يحل مشكلة العراق إلا إسقاط النظام. لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض عبر الخط الهاتفي من مالمو، شكرا جزيلا لك.